أحبتي الأعزاء، مشاهدي الأعزاء ومشاهدات العزيزات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم احتفلنا أنا والزوج والأبناء بعيد ميلاد ابني وحبيبي عبد الرحمن. لي ربي نتمنى ربي يخليه لي يعني تاج فوق راسي، حبيبي اللي ابني اللي يعني انتظرته بعد سنوات، واللي كان رؤية اني يعني قبل ما يكون عندي ابني الرؤية الاولى اللي شفتها رؤية انه تاج، وحقيقة هو تاج، تاج تاعي. كي نشوف يعني كي نشوفه ونشوف بنتي، نشوف حتى ولو كانت معاناة، ولكن كي نشوفهم هكا ناجحين امامي نفرح ونرتاح ونقول الحمد لله. تفكرت اليوم الام تاعي الله يرحمها، تفكرتها لان كان عزيز عليها بزاف، وهي اللي سماتها عبد الرحمن. اليوم نقولها يا امي رحمك الله، وعبد الرحمن كبر واليوم راه يدير 15 سنه، خليتيه صغير اليوم اتم 15 سنه تاعه، وراه الحمد لله يعني العام الجاي ان شاء الله يكون عنده البكالوريا. كل عام وانت بخير حبيبي وابني العزيز، ان شاء الله يا ربي نشوفك يعني احسن الناس، وان شاء الله حياتك تكون احسن من حياتي، ويعني مستقبلك يكون ظاهر باذن الله. راك ثابر حقيقة، راك ثابر والناس يعرفوك بالخلق تاعك. نقول لك ابني ابقى هكذا، ابقى هكذا يعني طيب القلب، خلوق، مؤدب، الناس تحبه، الاساتذه تاعي يحبوه، الجيران يحبوه، الحمد لله يا ربي. عيد ميلاد سعيد حبيبي، كل عام وانت بخير، ونقول لكم كلكم يعني اللي الله يخلي لكم ابنائكم ويحفظ لكم ابنائكم، وان شاء الله تشوفوهم في احسن واعلى المراتب باذن الله. كل عام وانت بخير، كل عام وانت باحلى يعني صوره، وان شاء الله يا ربي مزيد من التالق، مزيد من النجاحات. راني ندعي ربي نقول اللهم اجعلها ذريه صالحه تدعو لنا. يا رب يا رب يا رب احفظهم لي، يا رب يا رب تعبت عليهم احفظهم لي. ونقولكم شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.